هذاك بانو فتو جامعة وهران 2 تستأنف السنة الجديدة 2021-2022 في هذا اليوم في النمط الحضوري. كنا بدينا في النمط عن بعد في الأسبوع اللي فات. نستقبل هذه السنة إجماليا أكثر من 26 ألف طالب على في كل المستويات كل السنوات وكل الأطوار، من بينهم 6250 طالب جديد. فيما يخص التلقيح حسب الإحصائيات اللي كانت عندنا، يعني في الأسرة الجامعية حسب الإحصائيات احنا رأينا باللي معدل 25% من الأسرة الجامعية ملقح، ولكن هذا غير كافي. دونك رانا رايحين نقوموا بحصص تحسيسية وبحصص أخرى حتى نلقح حتى الطلبة.